صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. ما فيش شك إن محصول القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لمصر. تعالوا نتابع مع حضراتكم تطورات محصول القمح تحديدا في محافظة القليوبية مع زميلتنا لمياء حمدين. اتفضلي يا لمياء. صباح الخير عليك أحمد وعلى كل السادة المشاهدين في كل مكان. بالطبع بعد الافتتاحات اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي عملها مؤخرا في الصعيد، الحقيقة أنه يعني أطلق إشارة إنذار للجميع القطاعات وخاصة قطاع الزراعة أن هم يشتغلوا أو يهتموا بهذا القطاع بشكل أكبر، وخاصة في القمح اللي بتحتاج أو في فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، يعني بيصل ل 18 مليون طن ده احتياج الشعب المصري، لكن الإنتاج بيكون من 9 ل 10 مليون طن. وعلشان كده وزارة الزراعة بدأت تعمل حملة قومية بتساعد الفلاحين والمزارعين لإنتاج أكبر قدر لسد هذه الفجوة الاستهلاكية. مزيد من التفاصيل ينضم إلي الدكتور خالد جاد رئيس الحملة القومية للقمح في القليوبية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كنا عاوزين نتكلم يعني من شوية كنا بنتكلم قبل الهوا على طرق جديدة للزراعة وللري ونصايح بتقدموها للمزارعين علشان يبقى في انتاج اكبر لسد هذه الفجوه الاستهلاكيه الكبيره. طيب هو مبدئيا الوزاره بتتبنى دلوقتي سياسه في انتاج الاصناف الجديده الحديثه عاليه الانتاج المقاومه للامراض اللي هي بتكون ذات انتاجيه عاليه وبتجود في الاراضي الجديده. وفي الوقت نفسه عملنا حمله قوميه لنهوب محصول القمح علشان نقلل الفقد في المحصول وعلشان نزود المحصول بتاعنا ونقلل استهلاك الميه. الحمله القوميه للقمح بتهدف الى زراعه القمح على المصاطب. الطريقه دي بتوفر حوالي اكتر من 30% من كميه التوابل المضافه، تصل 40% و50%، بتقلل كميه المياه المستهلكه بنسبه 20 الى 25%. في محافظه القليوبيه هنا في عندنا 180 حقل ارشادي مزروعين تبع حمله قوميه للقمح. بندعم المزارع باحدث التقاوي اللي هي بتكون عاليه الانتاج وبتكون مقاومه للامراض وبيكون في الوقت نفسه متحمله للتغيرات المناخيه. عندنا في القليوبيه اكثر من 50,000 فدان بيزرعوا، منهم 17,000 فدان مزروع على المصاطب، وده نتيجه نجاح الحمله القوميه للقمح وان المزارعين تبنوا الطريقه ديت عام بعد عام. الحمله القوميه بقى لها اكثر من 10 سنين من 2010 و2012، دلوقتي وصلنا اكثر من 1,200,000 فدان بيزرعوا على المصاطب. ده نتيجه تبني المزارعين للطرق الجديده ونجاحها. عندنا دلوقتي بنحاول نقلل الفاقد في المحصول وفي الميه بزراع المصاطب وباستخدام طريقه قبل ما المزارع بيزرع بنوفر له ان هو طريقه التسويه بالليزر عن طريق مشروع القومي لتقليل الفاقد في الميه. بنقلل الفاقد، بنسوي الارض جيدا ونوفر له السطرات اللي بتعمل مصاطب بتزرع عليها. فدلوقتي احنا وصلنا مرحلة ان المزارع بقى يشوف زميله بيزرع بالطريقة ديت بالصنف الجديد ده، بقى يتبنى الطريقة ويجيب الطريقة التسوية الجديدة بتاعت الليزر، وفي الوقت نفسه بيجيب المكنة التسطير المتوفرة دلوقتي في كل الإدارات الزراعية. الحقيقة ده اللي أنا عاوز أسأله حضرتك، يعني دايما الزراعة في مصر بتبقى متوارثة، بيورثوها لأجيال مع أجيال وبعدين بتبقى ليهم سيستم معين أو نظام معين بيمشوا فيه علشان يزرعوا بيه. الثقة اللي أنتوا بنيتوها بينكم وبين المزارعين عشان يبدأوا يطوروا ويستخدموا احدث الاجهزه في الزراعه، ازاي قدرتوا توصلوا لها؟ عن طريق احنا عملنا حمله قوميه، بنبدا نختار بعض المزارعين القدر فيين وندعمه بالتقاوي، والاول كان بالاسمده كمان. المزارع لما بيزرع وينجح عنده ويدي محصول عالي، المزارع اللي جنبه بيحاول يقلده، فبالتالي بدانا عام بعد عام التبني زاد. بعد ما كنا بنعمل حقل في كل قريه زي ما وصلنا بالحمله القوميه دلوقتي، عندنا في الجمهوريه اكثر من 5,000 حقل ارشاد غير التجمعات الارشاديه. محافظه القليوبيه فيها 180 فدان حقول ارشاديه، يعني كل قريه فيها حقل نموذج، وبنعمل فيها مدارس حقليه وندوات ارشاديه وايام حقل وايام حصاد عشان المزارعين يشوفوا الطريقه ديت بتعمل ايه وبتدي محصول عالي ازاي ويشوف الاصناف الجديده. في الوقت نفسه الحمله القوميه متواجده على قدم وساق في هذه الايام من السنه اللي هو ذروه الموسم للقمح، عشان الامراض لو ظهر اي امراض نقاوم فورا، لو ظهر اي حشرات زي دوت الحشد جديده. وفي الوقت نفسه احنا شغالين على طول ندوات ومدارس حقليه في الحقول عند المزارعين. واصبح دلوقتي عندنا المزارع ذاكي بطبيعته، يشوف زميله عامل ايه ويبدا ينفذ زيه. في المدرسه الحقليه بنخلي المزارع هو اللي يقف يتكلم قدام زمايله، انا عملت كذا وحصلت على كذا، وبيشوفوا بعينيهم. فبالتالي دلوقتي احنا وصلنا الى مستوى كبير، ده وصلنا 30% دلوقتي بزرع مصاطب في مصر بطريقه التبني.
فالقليوبية نموذج جيد لقربها من القاهرة ولقرب التواصل الإعلام معها، إن إحنا بننزل ننفذ فيها أيام حقل بتذاع على قناة طبعا زي ما حضرتك مشرفين النهاردة وقناة الزراعية المصرية، فبنحاول إن إحنا نوصل المعلومة للمشاهد في بيته. الحقيقة في أمرين، أول حاجة الأجهزة اللي أنتم بتستخدموها طبعا أحدث وسائل الأجهزة في الري وغيره، هل دي تكلفة على الفلاح ولا لا؟ وكمان كنت عايزة أسأل على الطرق القديمة، هل ما زلتوا يعني بتحتاجوا لبعض من الطرق القديمة في الزراعة وغيرها؟ لا طبعا، هو دلوقتي الطريقة الحديثة في الزراعة اللي هي السطارة الموجودة دلوقتي اللي متوفرة في كل الإدارات الزراعية بتوفر على المزارع أكتر من نص التكلفة كان بيدفعها. قبل كده كان المزارع زمان يبدر القمح في أرضه من غير ما يجهز الأرض كويس ويعبيها مية ويعد ساعات ري بتحسب عليه في السولر الموجود المستخدم وبتكلفه تكلفة زيادة، أو يزرع على المصاطب نقر، يجيب عمال ويزرع على المصاطب كان بيكلفه كتير. دلوقتي مجرد ما يسوي أرضه بالليزر بينزل سطارة موجودة متوفرة دلوقتي خلال 40 دقيقة أو ساعة بيطلع من الغيب بتاعه ينزل المايه بتاعته ويروي الارض بتاعته. في مشاكل خاصه بموضوع التقاوي دي، دايما كانوا بيشتروا من محلات من بره بسعر ارخص وبعد كده بيصطدموا في انه الكواليتي بتاعها او ان هي مش بتدي النتيجه اللي هم عاوزين يوصلوا لها، هل حليتوا الموضوع ده؟ شفتوا الاسعار في الوزاره عامله ازاي وبره عامله ازاي ولا لسه في مشكله وازمه في الثقه؟ هو طبعا تقاوي القمح بالذات، جميع تقاوي القمح الموجوده في مصر تقاوي مصريه 100%، مفيش تقاوي قمح مستورده خالص من الخارج، والوزاره عامله دعم للفلاح، دي ارخص تقاوي موجوده في كل محاصيل، ارخص تقاوي الفلاح يشتريها هي تقاوي القمح وموجوده ومتوفره في جميع الادارات الزراعيه وجميع الجمعيات، مفيش اي شك من التقاوي متوفر، العكس بيفيد منها كمان، ووصلنا تغطيه تصل ل 40% دلوقتي تقاوي محسنه موجوده، غير ان القمح محصول ان المزارع ممكن ياخد يتقي من بيته ياخد تقاوي من عنده، بالذات نحن دلوقتي التقاوي كلها اصبحت نقيه زي ما احنا شايفين الحقل قدامنا مستوي مفيش فيه لا مرتفعات ولا منخفضات، ففي نقاوه عاليه، فالمزارع النهارده لو خد تقاوي ديت وتقى منها من بيته ونزلها في الغيط مفيش مشكله، وفي الوقت نفسه التقاوي بتاعت الوزاره موجوده متاحه في جميع المنافس بتاعت الوزاره. بشكرك في نهايه اللقاء، شكرا جزيلا دكتور خالد جاد رئيس الحمله القوميه للقمح في القليوبيه، وزي ما شرح لنا دكتور خالد انه بيتم استخدام احدث الوسائل في الزراعه وفي الري كمان، وكمان توفير التقاوي المختلفه للمزارع لسد الفجوه بين الانتاج والاستهلاك. اليك احمد. لميا طبعا بنشكرك، شكرا جزيلا، وشكر موصول كمان لضيفك الكريم.